انضم لنا ضيفتنا من الرياض الأستاذة فاطمة الشريف، أخصائي أول اجتماعي. أهلا وسهلا فيك معنا في ام بي سي فو أسبوع. يعني اليوم احنا نبغى نتكلم عن قصة لربما تكررت كثيرا، مش بس فيصل هو آخر مثل من الأمثلة للعنصرية وكيف تعرض للعنصرية. نبغى نسأل بداية المشكلة وجذورها. يعني اليوم أستاذة فاطمة، كيف احنا نقدر نفهم عقلية الشخص العنصري؟ ما هي العقلية وراء كل سلوك عنصري نشوفه سواء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر؟ أنا منسجمة ترى مع فيصل، يبيلي دقائق لين أرجع. أول شيء مساء الخير، جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله. أرجع لسؤالك، أنت تسأليني عن المتنمر صح؟ أنه ليش يسوي هذا الشيء صح ولا؟ عن تفكير العنصرية، تفكير الشخص المتنمر العنصري، يعني ما هو سبب سلوكه؟ كيف إحنا نقدر نفهم؟ وش الشيء اللي يحس فيه عشان هذا الشيء يترجم على تصرفاته ويصير إنسان عنصري أو متنمر؟ أي في أسباب كثيرة، أهمها البيت قبل المدرسة. يعني قد يكون المتنمر هذا أصلاً متنمر عليه، يعني ترى يبدأ في البيت. أحياناً الأهالي يعني بشكل أو بآخر يكونون متنمرين ترى على أولادهم وهم يدرون. أحياناً الأخوان، يعني لا، هي قد يكون مشكلة حاصلة عند المتنمر في بيته، فقاعد يفرغ عنها بشكل أو بآخر في المدرسة من خلال أصحابه اللي يلاقيهم، أو قد يكون هي عنده مشاكل، ضعف ثقة في النفس، نقص معين، فيبغى يثبت بأي شكل أو بآخر أني أنا. يعني هو ترى المتنمر شخص ضعيف جدا، ما عنده ثقة في نفسه، ما عنده ثقة في قدراته، ما عنده ثقة في أشياء كثيرة، فعنده مشاكل. يعني دائما إذا إحنا حناخذ أن المتنمر هذا عنده مشكلة واضطراب، المفروض إحنا ما نتضايق كمتنمر عليه. فهمتيني وش أقصد؟ فهي في عوامل كثيرة ممكن تكون بيئية معظمها، يعني ما يخلق الإنسان متنمر، لكن يتعرض لبيئة متنمرة عليه سواء كانت في البيت أو في المدرسة، فينشأ عننا شخص يا هو يحاول يدافع عن نفسه بأنه يمارس الشيء اللي مورس عليه على آخرين، أو أنه يكون يعني العدوانية تكون في سلوكياته. ممتاز. أستاذة فاطمة، أنا ودي يعني أتكلم معك عن آخر نقطة ذكرتيها، أنه المتنمر لا ينشأ متنمراً أو ما يجي يخلق إنسان من العدم متنمراً. ذكرتي أنه البيئة هي من تخلق المتنمرين والعنصريين. لماذا هناك بيئات متنمرة؟ كيف تخلق هذه البيئة؟ إذا جينا نتكلم عن البيت مثلاً، أحياناً إحنا ما يكون جهل. أنا أعرف يعني ناس، لأنه في العيادة عندي يجيني يعني أشكال مختلفة. أحياناً الأم تتنمر على عيالها وهي ما تدري إنه هذا تنمر. يعني تعزيز الثقة في النفس، يعني مثلاً الأهالي لازم يعزز، أنا أول شيء أعزز فيه في طفلي ثقته في نفسه وفي شكله، لازم أحببه في شكله. لأنه الطفل، أنا إذا مثلاً أقول أحياناً الأم تتكلم قدام ولدها، أنا عندي ولد مثلاً خلينا نقول شعره مو ناعم، شوي أمور بسيطة ممكن تشكل عدم ثقة في نفسه. أقول لها إيه بس لو شعره ناعم أو مدري شلون طلع، أو أتكلم قدام الولد في هالشيء، أو أحيانا لما أزعل منه بسلوك أقول من زين وجهك أو من زين شكلك. في عبارات إحنا نستخدمها كأمهات أو كأباء على عيالنا تنشأ عنده هذه الثقة، في عدم الثقة في النفس. هو يشوف نفسه مو حلو، لأنه أنا أمي تقول لي أحيانا أنا مو بحلو في نقطة معينة، فأنا هذا يوصلني ترى حتى لو بالنظرة لو مو بالكلام. فلازم ننتبه إحنا كآباء وأمهات كيف نتعامل مع أطفالنا، كيف نعزز ثقتهم بشكلهم بالأشياء الحلوة اللي فيهم. وإذا ما فيهم أشياء، شوفي الشكل هذا شيء ربي خلقنا فيه، يعني أنا ما رح أقدر أغير هذا الشكل. يعني في أشياء ثابتة ما نقدر نغيرها، بس نقدر نقبلها وندور فيها الجوانب الحلوة ونعززها. طب احنا لو تكلمنا شوي عن موضوع العنصرية تحديدا، اللي هو الفرق او المعاملة المختلفة لشخص معين بسبب اختلاف لونه، اختلاف دينه، اختلاف جنسه، كل هالاشياء، نبغى نسألك اليوم ما مدى تأثير العنصرية على الصحة النفسية؟
تأثير على الصحة النفسية مرة كبيرة. يعني أنا ممكن ينشأ عندي طفل مضطرب عنده disorder، عنده اضطراب في الشخصية بسبب تنمر تعرض له هو طفل في المدرسة. أنشأ عننا طفل خجول، ما يقدر يتكلم، يستحي، يحس نفسه غير عن أصحابه، ما يكون علاقات. هذا كله لأنه إحنا تريقنا على شكله، أو يعني هو تعرض لتنمر في المدرسة. ممكن يأثر على مستقبل طفل كامل بسبب التنمر. وإحنا شفنا أشكال كثيرة في سواء في مجتمعنا أو في مجتمعات ثانية، لها تأثير على الصحة النفسية مرة كبيرة. طيب. يعني لازم إحنا نوعي من هذه الناحية. سم، ممتاز. أستاذ فاطمة، كخصائية اجتماعية اليوم، ما مدى تأثير أيضا العنصرية على المجتمعات؟ العنصرية للأسف الشديد، شوف، العنصرية والتنمر هما شيئين موجودين في كل مجتمع، يعني مو بس عندنا، في كل العالم. وأنا ما أقدر، إحنا ما نقدر نمنع هذا الشيء، هو حاصل، لكن إحنا نقدر نقوي أنفسنا عشان نواجه هذا الشيء ونتخلص منه. يعني العنصرية إحنا دائما ننادي إنه لازم نتخلص من العنصرية، العنصرية ما عاد هي موجودة، العنصرية نقول كذا، بس لما نجي في حياتنا الخاصة في أشياء أقوى مننا، العنصرية موجودة فيها وما نقدر، ما نقدر إنه إحنا نتخطاها، لأنها موروثة معانا. موروثة، يعني صحيح. أستاذ فاطمة، عفوا للمقاطعة، هل تتفقي إنه نحن عندنا مشكلة في العالم العربي مع العنصرية؟ يعني نحن نقعد زي ما ذكرتي هذا الشيء كيف يعني يأثر على أطفالنا وإحنا صغار، يقعدوا الأهل يتفرجون على التلفزيون يقولون والله ذا من هالجنسية ما ينفع، والله هذا لونه كذا ما ينفع. يعني هذه الأشياء زي ما ذكرت هي موروثة، فممكن تكون في منطقتنا العربية موجودة بشكل أكبر من الدول الأخرى. هل تتفقين معي في ذلك أم لا؟ للأسف يعني أنا من وجهة نظري يس، عندنا موجودة بشكل كبير، هي موجودة في كل العالم، بس عندنا موجودة بشكل كبير للأسف. يعني وإحنا قاعدين نحاول نتخلص منه، وهذه نقطة مرة حلوة. فالوعي لازم في هذا الموضوع، يعني لازم يكون في مثل كده لقاءات، دورات عن هذا الموضوع. ونحن إن شاء الله أكيد راح يكون لنا دور في هذا الموضوع مثلك أستاذة فاطمة. يعطيك ألف عافية الأستاذة فاطمة الشريف، أخصائي أول اجتماعي، على كل هالمعلومات وهالقراءات اللي أثريتينا فيها في لقائنا اليوم. شكرا لك.